سنة 2017 سنة 2017 طبعا هي أكبر سنة بحياتي، سنة تعلمت بيها هواي شغلات، سنة مرت علي صح بسرعة ما حسيت بيها، بس تعلمت بيها دروس ما ممكن أنساها بحياتي كلها. بس الحلو بالموضوع تعرفت على عائلة جديدة، تعرفت على أصدقاء، على أخوة أخوات، تعرفت عليكم أنتو، دعمتوني ما تعرفوني منو أني، ساعدتوني، تبادلنا هموم، تبادلنا آراء، تبادلنا ضحكة، تبادلنا بسمة، سوينا فلوجات، سوينا فيديوهات، سوينا بث مباشر. بالإضافة تعرفت عليكم بشكل أقرب، أكو هواي أشخاص تعرفت عليهم مستحيل أنسى اسمهم، يعني من أول ما بلشت الفيديوهات هم ما يعرفوني ولا يعرفون شنو طابعي ولا يعرفون شنو دا أسوي، ودعموني رغم هذا كله لأن هم طيبين وبقلبهم محبة. بنفس الوقت أكو ناس قريبين مني ما دعموني، ما وجهوا لي كلمة، بس هم وجه لهم التحية. شكرا لكم ولمتابعتكم، شكرا لدعمكم إلي، أنا أحبكم هواية، مشتاق لكم. انقطعت فترة، صار شهرين انقطاع قوي كلش، ما تعرفون شنو مريت بيه، هواي شغل، دراسة، على مرض، سويت عملية. طبعا هذا كله راح أوضحه، أنا مصور فيديوهات ومحضر فيديو قصير راح أشرح لكم شنو مريت خلال هاي الشهرين. فالسنة 2017 كانت بيها أحلام وبيها أهداف حققت ولو جزء بسيط منها، وأتوقع أنه سنة 2017 هي بدايتي، هي بدايتي وبداية هذا المشوار اللي أنا راح أكمل به، بداية هذا المشوار اللي أنتوا دعمتوني حتى أكمل. بس هذا المشوار ما راح يكمل فد شي فراغ، هذا المشوار راح أعزز المعلومات على مود نستفاد منها، معلومات نوظفها بحياتنا اليومية وممكن نستفاد منها نفتح مشروعنا الخاص. فلهذا السبب قررت انه لازم نستفاد، لازم نفيد ونستفاد، يجوز شغلات انا ما اعرفها انه راح اتعلمها من عندكم. راح نتواصل عن طريق التعليقات، تعليقكم كلش مهم، تعليقك راح يعطيني معلومة عن الفيديو، وبنفس الوقت تعليقك راح يكون يا اما سلبي او ايجابي، انا اتقبل كل الاراء. من راح نتبادل الاراء راح نتطور، راح نوصل، راح نسوي عائلة، راح نكبر. هاي العائلة انا حابة اتعب عليها، هاي العائلة حاب اقدم لها كل شيء اعرفه، كل شيء اقدر عليه، حاب اساعدكم قدر الامكان مثل ما دعمتوني وساعدتوني وانتم ما تعرفوني. سنة 2017 هي واشكت على الانتهاء، يعني نقدر نقول انه احنا على نهاية 2017 راح نودعها، نودعها بالخير ان شاء الله. وكل شخص واي ناس حزنت، واي ناس فرحت بهاي السنة، ناس طورت، ناس ما نجحت، ناس راح تحاول مرة ثانية، مو عيب انه تفشل، واذا فشلت مرة ومرتين وثلاثة لا تعتبرها فشل، اعتبرها تجربة مريت بيها وما نجحت بيها. لكن هاي التجربة اذا سويتها اكثر من مرة وكل مرة تعلمت من خطأ معين، اخر شيء راح تتعلم من كل هاي اخطائك راح تنجح. لا تعتبر نفسك فاشل، مستحيل، لان ماكو انسان فاشل، كل شخص يؤدي وظيفة بهاي الحياة. سنة 2018 على ابواب، هاي السنة ومقرر من 1/1/2018 جيب ورقة وقلم، عندي أحلام، عندي أهداف راح أشتغل عليها، وإذا حققتها راح أفيدكم بها، وإذا ما حققتها هم أقول لكم شنو السبب. تعليقاتكم خلي تكون مو بس دعم، خلي تكون تواصل، أنا هم أسأل على أخباركم، هم أحب أتواصل وياكم، هم أحب أسمع شنو دسوون، شلون قضيت يومك، شنو سويت، لأن حابة أتعلم منك أيضا، جزء أتعلم شغلة، جزء تفيدني بشغلة وأتعلمها منك وأنقلها للناس، وبالتالي إنه راح نتبادل، يعني من راح تفيد الناس هذا الشيء يعود عليك شيء إيجابي، راح تشعر بطاقة إيجابية حواليك. فكل اللي رت أقوله، أتمنى لكم نهاية سنة سعيدة نعتبرها، بداية سنة سعيدة، كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله تحققون كل الأماني.
اخوكم فادي عدنان، احبكم هواي ومشتاق لكم. لا مشتاق لكم، لازم ازوركم الزيارة عن قريب سنة 2018. حجز التكتور جاي للعراق. اخوكم فادي عدنان، احبكم هواي، مع السلامة.